من هو علي بن شيخ؟ فنان الملاعب الجزائرية. قد يختلف اثنان حول أن لاعب مولودية الجزائر خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات، علي بن شيخ واحد من بين أجود اللاعبين الذين أنجبتهم ليس مدرسة العميد فحسب، بل كرة القدم الجزائرية ككل. فطريقة أدائه المميزة وأهدافه الجميلة ومراوغاته الفريدة من نوعها، كلها سمات جعلت منه محبوبا رواد الملاعب الجزائرية. فلقطة واحدة منه كانت تكفي لتوقف آلاف الجماهير، حيث يبقون مدهوشين في طريقة لعبه. فلا يوجد مدافع إلا ومرت الكرة بين قدميه، ولا يوجد حارس إلا وهز شباكه. ومهما قمنا بذكر لمحاته الكروية عبر مسيرته الكروية، فإننا نبقى مقصرين في حق فنان يستحق الكثير والكثير. لكن وبما أن مساحة هذا الفيديو لا يتعدى الفيديو، فقط سنحاول الوقوف على أهم محطات علي بن شيخ وإنجازاته. ولد بمدينة لمهير ببرج بوعريريج. ولد في الفاتح من شهر جانفي 1955 وسط أسرة ميسورة الحال. أحب الفتى علي بن شيخ وعلى غرار جميع شباب المعمورة رياضة كرة القدم، فكان يمارسها بطريقة كانت تلفت نظر عائلته التي كانت تخشى أن يصيبه مكروه، بعد أن صار يفضل ممارسة الكرة مع أبناء الجيران رغم أنه سنه لم يكن يتجاوز السادسة من عمره. في سن العاشرة، أي في سنة 1965، أمضى علي بن شيخ على أول إجازة له مع مولودية العاصمة. ويرجع الفضل في انتقاله إلى هذا الفريق إلى عميد المدربين الجزائريين عمي إسماعيل خباطو. وبما أن هذا الأخير كان مدربا للمولودية، راح يسأل عن هذا الفتى الذي لم يكن يبلغ من العمر العاشرة، وما إن شاهده وهو يداعب الكرة، حتى راح يوجه له دعوة للانضمام إلى تشكيلة المولودية. خاض علي بن شيخ أول مباراة له مع أكابر المولودية أمام الجار المصرية نصر حسين داعي، وانتهت المباراة بفوز المولودية بهدفين لواحد. فحتى وإن لم يسجل بن شيخ هدفي الفوز لفريقه، إلا أنه ترك انطباعا رائعا جعله محل إعجاب، خاصة أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لمشاهدته في الفئات الشبانية مع المولودية. بعد أن بات علي بن شيخ رقما مهما في تشكيل مولودية العاصمة بفضل لمحاته الكروية، تحول إلى محبوب جماهير الفريق، وما أكثرهم في زمن تحول فيه العميد إلى واحد من بين أقوى النوادي الجزائرية، حيث ساهم في فوز الفريق بكأس الجزائر سنة 1976 أمام مولودية قسنطينة، وكان وراء تسجيل أحد هدفي اللقاء، فيما سجل الهدف الآخر باللمو. تعد سنة 1976 سنة مميزة في مسيرة علي بن شيخ، حيث ساهم بفضل أهدافه في تتويج المولودية بكأس الجزائر وبكأس إفريقيا للأندية البطلة، وهو أول تتويج قاري في تاريخ الكرة الجزائرية بعد الاستقلال. التقت المولودية العاصمة في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأندية البطلة أمام حافيا كوناكري. مواجهة الذهاب التي لعبت في كوناكري ميزها ليس الخسارة الثقيلة التي مني بها زملاء عمر بطروني، بل الطرد التعسفي لهذا اللاعب الشاب علي بن شيخ، الأمر الذي جعله خارج مباراة العودة التي لعبت بعد أسبوعين من مواجهة الذهاب. لكن على مدار الأيام ال15 التي سبقت مواجهة الإياب بملعب 5 جويلية الشهير، اضطرت الحكومة الجزائرية إلى التدخل ممثلة بالرئيس الراحل هواري بومدين لرفع العقوبة عن علي بن شيخ. فلو لم يكن اللاعب علي بن شيخ لما تدخل هواري بومدين. يقول عبد الحميد زوبا في حوار خاص به صحيفة المجاهد مباشرة بعد تتويج المولودية بالكأس القارية، بما أن الراحل هواري بومدين كان أحد زعماء القارة الإفريقية ويرأس بلدا اسمه الجزائر، فمن البديهي أن طلبه لن يرفض. فجاء رفع العقوبة عن علي بن شيخ بمثابة عودة الأمل لأنصار الفريق. فورا رفع العقوبة عن علي بن شيخ انفردت صحيفة الهدف الرياضية التي كانت تصدر في تلك الفترة بحوار مع علي بن شيخ الذي كان يبلغ من العمر 21 سنة فقط آنذاك، حيث وعد فيه الجمهور الجزائري بأن الكأس الإفريقية ستبقى في الجزائر رغم الخسارة الساحقة التي تلقاها الفريق العاصمي في كوناكري ب3 أهداف لصفر. نعم، رغم ثقل نتيجة الذهاب، إلا أن شبان المولودية فعلوها في مباراة العودة وتمكنوا من قلب موازين القوة بفضل هدف عمر بطروني الذي تمكن من تعديل النتيجة في آخر أنفاس المباراة، ليبتسم الحظ لزملاء علي بن شيخ في ضربات الجزاء
ويا له من فوز، بل يا له من تتويج، فتح بعد ذلك الأبواب على مصراعيه لتتويجات أخرى على الصعيد القاري. بعد تألقه اللافت للانتباه سنة 1976، بات علي بن شيخ محل أطماع العديد من النوادي الأوروبية، نذكر منها نادي أتلتيكو مدريد ونانت الفرنسي. وأثناء خوض المولودية مباراة ودية مع نادي ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو مطلع عام 1977، توصل علي بن شيخ بعرض مغري من الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية مدريد وهو الأتلتيكو. لكن جميع محاولات مسيري هذا الأخير للاستفادة من خدمات علي بن شيخ باءت بالفشل، واصطدمت برفض الساهرين آنذاك على الكرة الجزائرية بمنح علي بن شيخ أوراقه للعب في الليغا الإسبانية بحجة أنه سنه لم يكن يتعدى 28. قصة علي بن شيخ مع المنتخب الوطني تعود إلى سنوات مطلع السبعينيات، حين كان لاعبا في الأصناف الشبانية في المولودية، حيث لعب لجميع أصناف الخضر إلى أن وجد نفسه لاعبا أساسيا في المنتخب الأول مع المدرب رشيد مخلوفي، وهو الذي ساهم في صقل موهبته حين كان يشرف عليه في المنتخب الوطني العسكري. خاض علي بن شيخ مع المنتخب الوطني حوالي 45 مباراة، سجل من خلالها 11 هدفا، ومن بين أغلى الأهداف التي وقعها في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي احتضنتها بلادنا في صيف عام 1978، وذلك في شباك المنتخب النيجيري، هدف سمح له ولزملائه بانتزاع الميدالية الذهبية. وبعد هذا اللقاء شارك علي بن شيخ في دورة الألعاب المتوسطية بمدينة سبليت اليوغوسلافية سنة 1979، وهي السنة التي ساهم فيها بن شيخ في قيادة الخضر لثاني مرة إلى الأدوار النهائية لكأس أمم أفريقيا التي جرت بنيجيريا، وخسر النهائي المنتخب الوطني أمام نيجيريا بثلاثية بيضاء. كما شارك علي بن شيخ في أولمبياد موسكو سنة 1980، بالرغم من المستوى الذي كان عليه بن شيخ، إلا أن المدرب خالف محي الدين الذي أوكلت له مهمة تدريب الفريق الوطني خلفا للمدرب رشيد مخلوفي سنة 1979، لم يتمكن من فرض مكانته، بدليل أنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في مونديال إسبانيا سنة 1982، الأمر الذي أثار غضب علي بن شيخ وجعله أشد الناقمين على المدرب خالف محي الدين الذي ترك المنتخب الوطني بعد مونديال إسبانيا للمدرب عبد الحميد زوبا. هذا الأخير بما أنه يعرف جيدا مستوى علي بن شيخ كونه سبق وأن دربه حين كان مدربا لمولودية العاصمة، وجه له الدعوة وكان من بين الذين شاركوا في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 1984. في مطلع الثمانينيات فاجأ علي بن شيخ محبيه بانتقاله إلى ديناميكية البناء بسبب سوء تفاهم بينه وبين الإدارة المسيرة للفريق، لكنه سرعان ما عاد إلى الفريق الذي أحبه وهو صغير، وبقي وفيا للمولودية إلى غاية نهاية التسعينيات، حيث انتقل إلى الشبيب تشراقة وهو الفريق الذي ودع منه ملاعب كرة القدم في مطلع التسعينيات، تاركا وراءه ذكريات جميلة من الصعب نسيانها.